أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج لبنان اليوم ليوم الجمعة، وفيه نستعرض كل الملفات المحلية الإقليمية والدولية. ويسرني أن أرحب معي في استوديو بضيفي رئيس الحركة الاجتماعية اللبنانية المهندس جون مفرج. أهلا وسهلا فيك أستاذ جون. رح نحكي بكل المواضيع الساعة. رح بلش من زيارة رئيس سعد الحريري للفاتيكان، التصريحات اللي شفناها. بنفس الوقت كان الوزير جبران باسيل ببكركي على مأدبة عشاء للبطريرك. هل برأيك حركة الرئيس الحريري الخارجية قد تصفر بمحل ما إلى تشكيل حكومة، أو مثل ما عم بيقول الرئيس عون عم بيشم هوا؟ شوفي، بدي أقول لك شغلي. هاتنين اللي ذكرتيهم، رئيس وباسيل الحريري، باسيل والحريري، هلا هني عم بيتصارعوا عشو؟ عم بيتصارعوا استقرار لبنان. يعني من وراء صراعهم لا في وزارة ولا في لبنان. يعني أنا شايف هالصراع اللي هني بادين فيه، لا الفاتيكان رح تعمل له الحريري وزارة، ولا بكركي رح تقبل ينعمل وزارة بالشكل اللي عم ينعرض فيها. معناتها شوفي صراع الديوك، هلا مش صراع الديوك، يمكن صراع صيصان، يمكن شو، أنا ما بعرف. أنا عندي بالعدد القادم بالجريدة بكتب مقالي صراع الديوك أم صراع الصيصان، الحريري وباسيل منازلة في الخيارات الفاشلة، ونقطة على السطر. طيب حقيقة شو عم يتصارعوا؟ صراع شو بيناتهم؟ صراع صلاحيات كما يقال بين صلاحية رئاسة الجمهورية، لا 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 لا، والحق بتسمية الوزراء والحفاظ على هذا الحق بالمقابل نحن عشافير بحافظ على صلاحية رئاسة الجمهورية. نحن عشافير نهاية لبنان العتيق. يعني هل بتشوفي هالجنون وهالعهر وهالسكر اللي عم بيتصرفوا فيه المسؤولين؟ انا ما بدي سمي لانه كلهم في الكيس، كلهم بالنسبه لالي بفرد كيس. هيدي طبيعه انها تصير، ولك هيك طبيعه انه نحن بنحمل الحدادة وبنحمل العدة تبعنا، منروح منكسر البواب تنوصل على منطقة معينة. يعني شيء بدنا نبلش من محل، بدنا ثورة من محل، تمرد من يا محل. يا اختي هالثورة، هالثورة بنعملها بغير طريقة. كيف؟ جربنا الحركة السلمية، لا لا لا، ما جربنا حدا، ما جربنا حدا، انسيهم، كل الزعران موجودين. ما هي عم اقول لك اياه، ما جربنا حدا، نسينا من قيم، من واحد لواحد. كلهم نسيهم زعران. هلا تأكدي تمام انه رح تسقط هالطبقة كلها، ورح تطلع محلها طبق، يعني تهديم كل هالمؤسسات، كل هيدا رح يؤدي الى لبنان الجديد. انا عم بقول لك وعم براهن على هيك. وما انا هلا البريدي رهني براهن. لبنان القديم، اي لبنان قديم؟ لبنان النظام قصدك، ولا لبنان الفساد، لبنان المحسوبيات والزبائنيه؟ اي لبنان سيدتي؟ لبنان اللي حط الاسس تبعه من يوم السوري حكم لبنان، ما جيب الا طبقه فاسده حراميه مثله. نهبوا البلد، ولك نهبوا البلد، ولك مين منهم ما نهب البلد؟ لمين بيقدر يتخبى؟ لحي هون عندي انا تقلك بالاسم، يعني في ما في عيب ان نحكي بالاسم. هون انا عندي ليستة المتعهدين اللي اخدوا من اساس 4000 مشروع، 4000 دولار، مليار دولار. في عندك 14 شركة اخذت 90%، 95% منهم. طيب مين هالشركات؟ برمي على مين هالشركات؟ هلا رح سمي لك اياهم الشركات اللي اخذوا. شركة ورد الخرافي هيدي اخذوا بالمطار كويتي. طيب كلنا بنعرف مين متفق مع مين، رئيس المجلس الخرافي هو بالكويت. شركة الجهاد للمقاولات، نحن بنعرف لمين هيدي. جهاد العرب. طيب مؤسسة هومن المحدودي هيدي للقومية،
شركة خوري للمقاولات. نحن بنعرف لمين تابع سياسيا. هؤلاء يعني اللي موجودين بالبيت كل متعهد اذا ما عنده مرجعية سياسية ما بياخذ شيء. ليكي بدي اقول لك شيء، بدي ارجيكي شغلي. انا اخذت مشروع سنة الـ94. وين كان شغل؟ بالعدايسي. العدايسي وين؟ على الحدود. على الحدود. انت بحياتك سمعتي شي حدا بحط يافطات شكر للمتعهد؟ بلبنان كلها سمعتيها؟ تفضلي ليكي ها حطي لي اياها، تفضلي هون شو بيحطوا؟ الضاحية تشكر جون فريج. هاي الضاحية غير شيء، هيدي هون. أهالي بلدة العباسية تشكر مجلس الإنماء والإعمار على تنفيذ شبكة البئر الحديد الجديد في البلدة. أيوه. وتشكر المتلزم ملتزم جون مفرج. طيب أنت هون مين كان راضي عليك لعطاك ال لعطاك المشروع؟ هيدي بالصدفة. كيف صارت؟ نحن عملنا تجمع متعهدين. كان أول منه جاي الحريري رئيس الوزراء. وقام عمل مناقصة. بهالمناقصة نحن كنا 10 مليون، يعني أنا والشركة اللي معي 10 مليون أو شوي. هيدا خيو للحريري، شو اسمه هيدا؟ هيدا اللي بصيدا شو اسمه؟ خيو الحريري كان جاي الثاني الأول، كان ب 11 مليون مليار. بتقوم النيو تي في بتحكي انه الحريري عم بيلزم خيو. ما عاد قدر يلزم خيو، ربحتوا انتوا المناقصه. اجوا بعتوا ورانا وعطيونا اياها. ليه؟ لانه الحريري كان جديد. اسا ما كان، ما بده اسا يقول انه انا اعطيت خيي. عطيونا اياها. اخذت هالمناقصه اي سنه؟ ال 94. ما عدتوا اخذتوا غيره؟ لا اخذت، بس كل اللي اخذتهم بالقوه. تبشي شو؟ جماعة ما بيعطوك شغل إلا ما يقبضوا، بدهم يقبضوا. هيدا عنا موضوع تاني بنفتحه. لا اليوم نفتحه. انت هلأ. صارت معك انه ناس طلبوا منك عمولة حتى تاخد مشروع؟ واذا صارت معك ليه ما حطيتهم بعهدة القضاء المعلومات؟ بدي اخد شغل، بدي اعيش. هيدي المشكلة، مشكلة فينا نحن كلبنانيين. طب انا ما بدي اعيش كمان، انا احسن متعهد بالدوله اللبنانيه. انا ما عم نشك بهالشيء. انا بتحدى اي متعهد يجيب شهادات علني يافطات. والمواطن اللبناني صار لانه بده يخلص معاملته بكير بده يدفع، راح صار يرشي. صح. وانت بتعرف الراشي والمرتشي اثنيناتهم يا اختي انا بحمل المسؤوليه. مزبوط. انا انا رشيد رشيد غصبا عني، بس بحمل المسؤوليه. ايش بيطلع علي بدفع. دفعت لهم لاخذت مناقصات. ايه اكيد اكيد اكيد. هلا بعد تعملها؟ ها هي السؤال الحلو. بنشوف اذا تغيرت العقليه والذهنيه او لا. لا لا هلا انا عم باخذ شغل غصبا عنهم. عم باخذ شغل غصبا عنهم. ليه؟ لاني انا نظيف وغيري من نظيف. انا ما فيهم يدقوا معي بشيء. ما فيهم. شو تغير؟ شو تغير؟ صارت القصص عم تنفضح بسرعه يعني؟ ما بقى في ليكي تركينا هيدا هالموضوع تبع مجلس الانماء والاعمار. اتركيه، لانه هلا انا عندي تصور اني بدي القط عمليه كبيره. مشان هيك هلا ما رح اجيب سيرته. عمليه كشف يعني كشف حقائق وفساد ولا ولك يا عمي سرقه لانه هن وقفوا يعني سرقات بالجمله. بس قبل ما القط السرقات ما فيني احكي فيها. يعني بدي افترض انك انت، انا عارف رايحه تسرقي، بدي افترض انك سرقتي، انا ما عرفت اذا رحتي سرقتي او لا. بدك اثبات يعني. هيدا الموضوع. مشان هيك هلا دخلنا بهالقصه اكثر يعني عن الفساد. مشان هيك خلي لنا هيدا يكون على جنب. ولما يصير عندك معلومات ووثائق تفضحك. بدي افضحهم من كل بد. من كل بد ما بقدر احمل. انا عارف انه هلا عم بمصوا الشعب اللبناني،
مش عم بيسرقوا من قدامه، عم بيمصوا له دمه، ما بقى عنده دم، نشف، ما بقى عنده، يعني بيمصوا الواحد صاروا وبيكبوه. ما بقى فينا نسكت. لا، عندك امل بالتغيير؟ يعني لما ارجع على نفس السؤال اللي سالتك اياه، قلت لي التغيير حاصل لا محاله. استاذ جون، كم مره صرنا مستضيفينك كل مره بتقول لي انا متفائل بلبنان ولبنان قدامه مستقبل. انا قلت لك وبعدك لهلا مصر على هذه النظريه. ليكي انا قلت وصلنا للانهيار. انا قلت انا متفائل جدا، وسالتوني هون وقلت لكم انا ما بقدر عين وقت الا بعد ما يفل، بعد ما ينتهي عهد ميشيل هون. لانه في علينا حصار سياسي اقتصادي. هلا نحن بالفعل نحن حاطين على حالنا الحصار الاقتصادي السياسي. نحن حاطينه على حالنا. كيف؟ لانه غشم وما بنفهم. ولك حمير. لا يا استاذ. ولك وحياتك. عن مين عم تحكي؟ شو بدي اقول عن مين؟ عن المسؤولين عنا. ما بدنا نقول عنهم هيك. يا عمي وحياة الله، طيب بتشوفي حالك عم بيخدوكي على زي على الوحدة شو يعني؟ ما هن لو مش يعني ما بدي اعيد من وراك الكلام، بس هن بينوا انه كثير اذكياء بالعكس. اوه اذكياء بالسرعة. مزبوط. ما توخذيني انا غلطت بالتعبير. قل لي شو المعطيات اللي عندك اللي بتخليك على طول متفائل؟ شو بده يتغير؟ هذه الطبقة السياسية رايحة، رح نعمل إصلاحات، رح يجي مساعدة خارجية، عشو؟ تهديم كل هالمؤسسات الموجودين عنا. يعني آخر شيء شفتي إيش صار بالقضاء؟ آخر شيء شو صار بالقضاء؟ هذا شيء بيصير معيب؟ تهديم، يعني هذا كان تهديم القضاء. هلا تهدموا كل شيء، شو بده يصير؟ يعني قصدك بتهدم كل شيء من اساسه ونوعيه. ايه، لانه ما بقى يتعمر بوجود الموجودين، بدهم يهدموا، هن بيهدموا كل شيء، لانه هون عقل ما عندهم. وقصة بتلاقي ناس مأمنين فيهم. يعني هلا انا وجاي اجاني اكثر من تليفون انه احكي بهالموضوع وبهالموضوع، يعني من اصحاب بيمونوا علي هني، بس ما بيمونوا يغيروا لي تفكيري. احكي بهالموضوع بهالموضوع، يعني ايد فلان وساعد فلان. شوفي لحد وين اسا عنا معترين، ناس عم بتدافع عنه، ولك عنا معترين، هودي معترين. وعم نقول لك شو فرق بين السكران والمعتوه. بس انت هيك عم بتقول استاذ جان انه من اوصلنا الى هذه المرحلة الانهيار اوصلنا عن غير قصد، لانه انت عم تقول ما عنده مخ. هلأ ليكي انت هيك عم بتبريهم. هلأ ليكي مصبوط، مش عم بتبريهم انه هن معترين، يعني هن ما عندهم نية، ما عندهم مخ لانه ما عرفوا انه هالمصريات اللي عم يسرقون عودي بدهم يصيروا طالع ظهرهم. من هون ما عندهم كانوا متكلين بيسرقوا بيرجع بيجي غيرهم على طول، في دعم خارجي وفي تحويل اموال. لا ليكي في اوادم بلبنان اكيد معمول، في اوادم ما بيسرقوا، في فئات سياسيه ما بتسرق، خصوصا بالمحيط المسيحي. انا ما عم بقول بس بالمحيط المسيحي، انتبهي، انا عم بقول خصوصا بالمحيط المسيحي اللي هني برات السلطه. شو رايك بتصريح النائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي الاخير؟ هلا إلي الفرزلي زلمه عنده لسان من زمان، من قديما مره، لانه انا كنت مقدم له بيت ساكن عندي فيه، بيقول لي بتعطيني اللي معك وبتاخذ اللي عندي. قلت له لك بس في شيء انت ما فيك تعطيني اياه، لسان، انت لسانك بيلعب على 14 حروف، انا ما عندي هاللسان مثلك. صار يضحك. قولي إلي الفرزلي تيصرح التصريح ضد رئيس الجمهوريه، عارف انه ما بقى يطلع له حصه عندهم، هو اساسا ينتمي الى الرئيس نبيه بري مش الى الفرزلي، يعني عيره البري عيره رح ييري لعند عون تيطلعوا بالانتخابات. لا كان مقتنع وكان من اشد المدافعين عن الرئيس عون. ولك ما هو المالك عنده لسان بدي بس عن اقتناع. ولك ايش عارفك انت اذا عن اقتناع او لا؟ ايش عارفك؟ شو عم يضحك علينا يعني؟ ولك يا
قريتي له الكتاب اللي عامله؟ بس لو كان ما بعرف شو. ليه ما بنقول انه في معطيات اتغيرت شايفه؟ ايه في معطيات انتخابيه، في معطيات انتخابيه تغيرت. يعني عم بتحط كل هيدا التحويل باطار الانتخابات؟ ايه اكيد. بده يعمل، بده يضل بس هو خاض الانتخابات مع التيار الوطني الحر. شو هو خاض الانتخابات على لائحه التيار الوطني الحر؟ لانه بوقتها ما كان حدا بيقدر يجيبه الا الوطني الحر. صار اشد لا لا الفريق الثاني. هل هو برايك حس انه انخفضت شعبيه التيار ولا شو؟ على اي اساس؟ ولك عارف ما بقى يطلع له شيء معهم. ولك ما تعلمين عليه اللي انا بعرفه ما حدا بيعرفه عن عن بس كمان دوله الرئيس، يعني دوله رئيس بعرف بعرف تاريخ يعني، وبالسياسات بكل المحافل كان له دور. بشو؟ امتى؟ بالايام السوري، هو البني السوري. وهلا حاليا بكتير محل كان عم يعمل يا اخي يا اختي ليكي، هاللي ما بيعرف بيعرف انه عندي دور. انت مع طرحه بغض النظر عن هلا؟ طب نروح ناخذ الموضوع كتير شخصي. لا ماني مع طرحه. منك مع طرحه؟ لا. ترفض حكومه عسكريه؟ لا، لانه هلا ما في يعمل حكومه. ولك يا عمي هلا بدك واحد اخوت، واحد اخوت يحكي وعاقل يسمع، او عاقل يسمع واخوت يحكي، ما بعرف. عاقل يحكي، عاقل يحكي وعاقل يسمع. طيب اليوم مين اللي ماسك الارض؟ مش حزب الله؟ حزب الله رح يقبل انه رئيس الجمهوريه يستقيل هلا مثل ما بده الشيخ الي؟ طيب اذا انت عم تقول لي الفرزلي ماشي مع الرئيس بري، يعني الرئيس بري مع هذا الطرح؟ ولك يا عمي خليني اقول لك شغلي، ما كل واحد بيشد الحصان من لجهته. واذا كان ماشي معه هلا في شيء هون كان مكتوب بدي اقري لك اياه، بس ما رح ضيع وقت اقري لك اياه هون. اعطيني المختصر. المختصر انه عارف حزب الله عن الاوضاع كلها. ليكي منن احراميه حزب الله، انتبهي، بس عارفين مين عم يسرقوا وغاضين النظر عنهم بدون ما يقولوا، ونحن عارفين مين اللي عم يسرقوا وما عم نغض النظر عنهم. الناس ما بقى تحمل، الناس جاعت، الناس تلفت، لا راس ولا ضمير ولا شيء. ايش بدهم يريدوا؟ ايش بدهم يريدوا هالمصريات؟ بكره كلهم بدهم يدفعون حقهم، ولكل هالحراميه بدهم يتلقطوا، بدهم يتلقطوا. ما هني ليه هلا المشروع تهديم كل المؤسسات؟ تهديمها تهديمها مثل ما صار هلا بالقضاء. انت برايك ما تهدم القضاء؟ بالعكس، البعض اعتبر انه القضاء اليوم رجعت له عم نشوف على ارض الواقع انه القضاء عم يتحرك. مين عم يتحرك؟ يعني لما يكون في اصرار على انه ملف يوصل لخواتيم، واصرار على انه رغم كل القرارات القضائيه. ولك يا عمي هيدي مش بهالطريقه بنجيبهم، بغض النظر عن الطريقه صارت نحن ليه ما بنطلع على النتيجه. تخريب للقضاء، هيدي صارت تخريب للقضاء. هيدي القضاء انتهيوا منه، صفوه. بكره يروح الجنرال، يروح رئيس الجمهوريه، ايش بضل من هيدي؟ اذا بكره والله ليفصلوا وتفصيلوا. اذا بكره القاضي عون فضحتهم وتبين انه في بالداتا اللي اخذتها معلومات وعرفناها، بيكون تهدم القضاء او لا رجعت الثقه للقضاء؟ ليه عم نحكم قبل ما نعرف شو النتيجه؟ يا عمي حتى لو اجت عم النتيجه عم نعترض على الشكل، نحن مش على المضمون. حتى لو اجت النتيجه لصالحها ما فيها تتصرف بهالشكل ضد كل هيدا. خليني اقول لك كلهم عم بيدافعوا عن المجرمين وكفوا لا يد لانهم بدهم يدافعوا عن المجرمين وكل شيء. ما فيها انا برايي القضاء هلا تهدم. تهدم وبكره بتشوفي، بكره بتشوفي بعدين. طيب في حكومه برايك بعد بعمل الرئيس عون؟ ما في ما في ما في لا ما بقى في حكومات بلبنان ابدا. احنا رايحين على عبرة هيك فيلتي، لانه الوضع بده يتغير. يتغير ما بقى يكون في حكومه. وضع لبنان لازم الكيانيه تبعه بدها تتغير. يتغير ما بقى يصير حكومه. يعني بدنا برايك شكل جديد، دستور جديد، نظام جديد؟ نعم في نظام جديد. في نظام جديد بلبنان. دمر النظام هذا، دمروا كله تدمر،
كله تدمر، ايش لسه في منهم تدمر؟ طب ليه برايك ما بدهم يعني انت عم كانك عم بتقول انه في ناس قصد ما بدها تعمل حكومه حتى يروح لبنان على الدمار اكثر؟ خليني اعطيك اياها من الاخر، خليني اعطيك اياها من الاخر. الامريكان بهمن لبنان اكثر ما بتهمن واشنطن. قديه واشنطن مهمه لالهم؟ هل قد لبنان مهم؟ ما عم نشوف هيدا الاهتمام من الاداره. انت ايش عارفه؟ انت ايش عارفه؟ انا بقرا يا استاذ. وش ايش عم بتشوف؟ ايش بتقري؟ لو بتقري مضبوط كنت بتعرفي. طيب خبرني. ولك بايدن بيعرف الصغير والكبير بلبنان. وين خبرني الاهتمام الاداره الامريكيه كيف شفته؟ شو؟ اهتمام الاداره الامريكيه كيف شفته؟ ما فهمت. انت عم تقول انه لبنان كثير مهتمين فيه الامريكان. ايه. بدهم هلا اللي عم بيصير. ايه. مش بسبب العقوبات الامريكيه؟ لا. بسبب شو؟ لا مش بسبب العقوبات الامريكيه. الامريكان هلا تركينه يتهدم لبنان تيستخدموه بعدين. ليكي عم بايدن شو؟ يوم اللي اجى عند رئيس الجمهوريه ميشيل سليمان وبيطلب منه لبايدن كان الشؤون الخارجيه قال له لبنان، قال له انا بحب لبنان كثير وما رح اتركه اطلاقا وطمن بالك انا رح ساعد لبنان كثير. كما لن اسمح لايران وسواها بالسيطره عليه واعدكم بذلك. بعد كما انه خاض في تفاصيل تشي بانه يعرف كل الزعامات والقيادات ولديه من المعلومات ما يكفي للتعاطي مع هذا الملف. يا استاذ منو عاوز حدا يقول له عن لبنان؟ اعطيني وقائع، ما تعطيني حكي وعواطف وشعور. اجا بايدن وشافهم كلهم قبل ما يكون رئيس. يا عمي طب هلا له بايدن. انا عم بحكي هالكلمتين، انا عم بقول لك شو بده يصير. بكره بتشوفي ايش بده يصير. شو بدي اعطيكي وقائع؟ انا يعني مكلف من الامريكان اني اعطيهم رزومه شو بدهم يعملوا؟ انا ما بعرف يعني انت بتعرف شو؟ لما تقول لي انت شو عرفك يعني انت بتعرف، والا مثلي مثلك ما بنعرف. لا في فرق شوي انا وياكي. شو الفرق؟ انا مطلع على كثير شغلات ما فيني احكيهم. لا ما هي انت مانك مطلع على شيء. طيب خبر الناس. لك يا عمي ما في اسرار كمان بهالعالم، بدك ياني احكي كل شيء افضح حولي؟ يعني انت مع الامريكان عم يعطوك المعلومات. انتبهي. لا 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 لا, لا, لا. انا عندي طريقتي خاصه اني اجيب المعلومات. طريقة خاصة. بدك برهن لك كيف؟ خذي بس تقري لك شغلة كتبها سنة 86 بعنوان الوجوء حروب لبنان إلى أين؟ بعد ما فصلت الحروب والوين رايحين، من المستفيد؟ بقول لك الصهيونية، العلوية، الفرسية. تفضلي اقريها هون. ونبش شو وين النتيجة بدها تصير؟ طيب انت برأيك اليوم في لبنان ينهض ويرجع بدون تسوية إيرانية أمريكية بدون منتصر؟ انتبهي رح تصير في تسوية إيرانية أمريكية. لك يا حبيبتي لما تحكيني بتسوية يا حبيبتي عمهلك شوي في عمهلك منتصر؟ في شيء بدي أقول لك إياه ما بتعرفيه. يلا ما بدنا نحكي. ناطرتك تقول لي شيء ما بعرفه. انتبهي 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 انتبهي. ولك في عنا حراس للحدود مع إسرائيل يا عمي. نحن نصنع حراس لاسرائيل، خلص لبقى تساليني بهالموضوع. خلص قلت لك نصنع حراس مع اسرائيل. متى التسويه الامريكيه الايرانيه قريبه؟ اذا بايدن هالقد مهتم بلبنان مثل ما عم تقول. بتسول ما بتطول كثير. بس انت برايك بعد انتهاء ولايه الرئيسان يعني مش قبل سنه ونص؟ لا لا لا، هالتسويه ما لها علاقه بهون. إذا عملوا تسويه بيكون عندنا حكومة، وأنت عم تقول لي ما في حكومة قبل بهيدا العهد. إيه ما في حكومة. يعني ما في تسويه. تسويه شو؟ أمريكية إيرانية على لبنان. ولك هي بوحدة عم بيحكوا هني وين؟ شلنا في تسوية. هيدا اللي عم بسألك إياه، إذا صارت تسوية نحن رح نحس فيها؟ تسوية أمريكانية أكيد أكيد إيرانية. أكيد أكيد أكيد. طيب خلينا ناخذ فاصل علينا قصير ونعود بعد علينا نتابع. عودة لمتابعة الحوار مع ضيف رئيس الحركة الاجتماعية اللبنانية المهندس جون مفرج. أهلا وسهلا فيك أستاذ جون. لنحكي شوي بالواقع الاقتصادي، قد الناس اليوم
واقعة سيء جدا، نحن وصلنا على الانهيار، سعر الدولار 12,000، ولحد هلا ما في حكومة ولا في افاق انه ممكن يصير في تغير اقتصادي. صحيح. هل اذا شكلت حكومة، وانت عم تقول يمكن ما تتشكل، ممكن تكون هي خشبة خلاص او لا المرحلة الوضع الاقتصادي الصعب مطولة؟ لكن الوضع الاقتصادي صعب ونحن عم نزيد صعوبة بالسياسات اللي عم ناخدها. بالإضافة إلى أنه البنك المركزي صار عليه علامات استفهامات كتير بعد ما شرفوا السويسرانية حطوا رياض سلامي تحت ما بعرف شو يعني. رياض سلامي صار إيديه مربطين، متهم بشغلة مزبوطة، حوله هو خيه وهيدي سكرتيرته. نشوف القضاء، القضاء بيقول إذا مزبوطة أو لا. شو؟ القضاء بيحكم. يا حبيبتي أنت ما بتعرفي شو في بين الخلية، شو في يا عمي تتركيني ما تخليني احكي كل شيء. لكن القضاء رح يحكم، رح يحكم قضاء السويسري. انت اذا ما بدك هون بلبنان شو جاي تعمل على الحلقه اذا ما بدك تكتشف يا عمي؟ لانك انت عم بتروحي عم بتقزمي المشكله الكبيره عم تعمليها هالقد. ليش؟ لانه انت ما بتعرفي شو في بين فلان وفلان وفلان. الناس بتعرف بس انت شو عرفك؟ طيب رياض سلامي لبعد ما شافوا ديفيد هيلو بتغدى عنده شو الرسالة كانت؟ ها هيدا أنا فكرت. إذا كان القضاء خرب حاله لكن هلأ بدهم يشجعوا رياض سلامي تيخرب الاقتصاد بالمرة، تيدهور الاقتصاد بالمرة. ليه؟ لا مثل ما قلت لك قبل، تيبنوا لبنان من جديد. بعد بده اقتصاد أكتر ما هو مدمر؟ يا حبيبتي تقول لك شيء. شو لبنان بالنسبة لأمريكا؟ يعني لبنان ما بيطلع شيء بالنسبة لأمريكا إلا إذا عملت له بف هيك، ومن هالبف هيدي دولارات بتغطي كل لبنان. شو فرقة معهم الأمريكان؟ الأمريكان بيقيموا لبنان بساعتين. بساعتين كبسة زر يقولوا الأمريكان بدنا ننقذ لبنان، كبسة زر بتتغير. ما هن بدهم يخربوا كل شيء تما يضل شيء موجود. كل شيء قديم بدهم يقيموه تما يضل. اليوم نحن بطار انشاء دويلات جديده بالمنطقه. انا اعطيتك هيديك تقريها انت ما قريتيها، هيدي هون. شو النتيجه اليوم؟ انا رح اقري لك اياها. شو النتيجه اليوم بعد ما المستفيد؟ شو النتيجه؟ النتيجه انه بدنا نعمل دول طائفيه تمتد من شواطئ البحر الابيض المتوسط نحو الداخل. هيدي اي سنه حطيتها؟ 86. اليوم شو عم بصير؟ اسرائيل دوله صهيونيه يهودي بدها تعمل كل المنطقه يهود. رايحين صوب التقسيم، مشروع التقسيم، مش بس التقسيم، الشرق الاوسط الجديد اللي حكيوا عنه الامريكان. مزبوط، بس مش بس تقسيم، تقسيم طائفيا. هلا الدروز الوحيدين ما رح يعملوا لهم دوله. ليه؟ إذا عملوا دولة للدروز يعني الجولين بدهم ياخذوها الدروز. ما بدهم، بدهم يخلوا لأنه الجولين مهمة لهم. وين بحطوهم؟ مع المسيحية بلبنان بضلهم. بيرجعوا دولة لبنان أيام فخر الدين. بترجع سنة مسيحي مسيحي درزي. السنة منهم شيء، لا عندهم اندفاع ولا 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 ما 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 أخذوا ولا دور بهال سنوات كلها القديمة. بعد الطائف لهلأ مين أخذ الدور؟ ما نحكى بعد الطائف أنه راحت المارونية السياسية والمسيحية السياسية، إجت السنية السياسية. أوكي. وهلأ في جزء بعد من اللبنانيين عم يتجم السنة روحوا روحوا وطيروا الحريري الله يرحمه. وطيروا فلان وعزموا سمين. هلأ الزعامة حتى إذا بنحكي بالأعداد اليوم السنة بالعدد أكثر من المسيحية ودروزة بك تحطهم مع الدولة. وليك يا عمي ما في العدد، شو بدك من العدد؟ الواحد قد 10 بمحلات بيكون. ايه تركيهم هلا، تركيهم بيزعلوا منك السنه يا استاذ. انا ما بدي حدا يزعل مني، انا ماني انا عم بحكي اللي انا بعرفه لانه مسالمين وهن تيار الاعتدال. اوكي مزبوط مزبوط هيك. مزبوط مزبوط. هلا شو قصة سعد الحريري؟ عنده هم وخيه بهاء نازل شعب ببهاء لاحق بالدول ما حدا عم بيرد عليه.
اف هلا بدك تقول جولات الخارجيه للرئيس الحريري كرمال بهاء الحريري؟ شو؟ عم يعمل هالشيء؟ لا انتبهي، ما كل شيء كرمال بهاء، بس هلا هو فزعان من بهاء؟ ايه فزعان، فزعان من بهاء. عم بيحاول، عم بيحاول يطعن ببهاء مع دول معينه، ما عم بيردوا عليه. ليكي بهاء له دار بلبنان. ايه بس هو قال هيدا خيه هيك امور، واذا هلا جاوب على الموضوع الرئيس الحريري ونهيها من عنده انه بضل خيه. اوكي بضل خيه. ما في خلاف. وعندك شغله ثانيه هلا مشاكل الحريري. مثلا بالسعوديه عنده حوالي 58 عقار بعيلوا بيقولوا اياهم بالمسجد العلني بهالوقت. واعلنوها. هلا في شغله ثالثه، هن معتبرين بالسعوديه انه الحريري وديعه عند حزب الله. انتبهتي شو؟ مشان هيك ربط حاله بكل المحلات، بكل المحلات. شو بعمل انا؟ انا والله بحبه. والله شخص ادمي هو. وهيك يعني حبوب. بس قلبي مغاطس منه من قدها. وهلا في عدم رضا عربي عليه؟ ايه ما في شك. راح على الامارات وراح على مصر. يا خيي بيستقبلوا، هلا كل هودي كل زياراته بما فيهم الفاتيكان، بما فيهم روسيا، كلهم بكفي والسعودية بكفي. خليها السعودية ترضى عنه فورا بيعمل الوزارة. من امبارح ولي العهد بالسعودية قايل عنا نحن مرشحنا نواف سلام. شو طالب السعودية من الرئيس الحريري؟ ليكي بينهم وبينه بالسر أنا ما بعرف. أنا ما بعرف. بس بالتأكيد إنه منهم راضيين عليه ولا بشكل. لأنه كان يفترض يكون أكثر بوجه حزب الله. ما عم بقول لك انا ما بقدر جاوبك. ما بحكي سياسي، عم نحلل انا وياك. ما بدي حلل بهالموضوع. اخر هم مع قلبي الحريري اذا كان فلان او فلان. بس اخر هم. بس شو عم يمنع تشكيل الحكومه اليوم؟ ولك لانه هو ما رح يقدر هلا هو لا هو بده يشكلها ولا بيقدر يشكلها. لم مفتكره هو بده يشكلها يعني؟ هو رغبه انه يشكلها؟ لا كان في ضل على جنب وينطرون. ما قدم منو عارف انه هو قدم نفسه، هو طرح هيدي المبادره انا بجي رئيس حكومه وبشكل حكومه. كان في لو ما بده يشكل حكومه ما راح. يا عمي لعبوا عليه، لعب عليه. شو هو من عنده نام بالليل وبصر بالنام؟ اجي من فرنسا، اجي من كذا، اجي من حدا، قالوا له اعمل هيك. لانه هن الفرنسويه بيتمنوا يجيبوه. لا في امل بعد بالمبادره الفرنسيه؟ ما بتصور. لا خلص خلص خلص، انتهى كل شيء. كل مبادرات كل شيء انتهى. هلا في تهديم لبنان، تهديمه للاخر لا يعود بينه. وبعدين رايحين على فراغ دستوري بتنتهي بفراغ رئاسه الجمهوريه وما في حكومه ابدا، ومؤسسات مثل ما عم تقول كلها مهدده ومعطله. فايتين على المركزيه الموسعه، يعني الفيدراليه المغطيه اللي ما بدهم اياها حزب الله وحركه امل. ليه؟ لانه هلا مسيطرين على كل الموارد تبع المسيحيه. إذا عملوا فيدرالية ما بيعدوا يقدروا يشبقوا مصرية المسيحية. إيه عم بحكيها بصراحة. ليش تنخبي؟ وين؟ وين أخدين؟ ليش عم تقول عني مين؟ ليه عم بقول؟ ايه؟ لا 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 حرام. لأنه حرام. عم بظلم. لأني عم حزب الله ما عم يستفيد من الدولة، عنده تمويله الخاص، أوكي من إيران، بس ما عم مش يا عمي حزب الله تارك دولة الرئيس نبيه بري نصر مسلمه كل الهيديك. خلص. خلص خلص. هلا نحن فايتين على انهاء يعني لبنان. انت اليوم رايحين على فدراليه جديده بتضم كل المناطق الا المناطق اللي على حدود اللبنانيه، رح تكون ضمن دوله شيعيه، والباقي لبنان سنه ومسيحيه ودروز، رح يعملوا دوله. دولي مش بتكون دوله شيعيه. شو هي رح تكون؟ مضمومه لمنطقه ثانيه بسوريا، والشام بتكون عاصمه الدوله الشيعيه وصولا لعراق وإيران. وبعدين العراق دوله واحد، وبعدين ايران دوله واحد. بس اذا ركبتي على الدبه او على الحماره من صور بتضلي ماشي لطهران بارض شيعيه. خط طويل هيك بده يصير. يعني حيكون بالمنطقه بس دوله شيعيه، بينما هوديك حيكونوا دوله فيهم تنوع. انت هيك رايك؟ ايه اكيد. وهيدا التخطيط مين، ايراني ام امريكي؟ نايناتو. الامريكان بدهم يعطوا الشيعة دولة.
هلا اذا ايران لوحدها وما قادرين يهدوها بدها اذا في دوله. شو عرفنا شو في بين دواهي سواهي؟ شو عرفنا شو في؟ انت عم تقول هيك انه بايدن متفق مع ايرانيين. بدي اقول لك شيء قلت لك اياه قبل وعدته قبل. يوم اللي اشتروا الامريكان وهي صرت اي لعشر مرات، هلا اللي بيسمعني بيقول ما عنده غيره يحكيها. لا بس هلا تذكرون الارض اللي هي بين بولفار بعبده وبولفار كامين شامون تيعملوا فيها سفاره. كنت حوالي 80 85 الف متر مربع. سالته انا للقائم بالاعمال يا عمي طيب بينكم فزعانين من حزب الله هيدا بوجهكم؟ قال اجت بعثه امنيه امريكانيه هي نصحتنا بهالمحل. ونقطة على السطح. نقطة على السطح. ليه رجعوا فسري كيف ما بدك. ليه رجعوا غيروا على عوكر؟ اها رجع عوكر كانت مش بسبب ابني. الرهبنة الانطونيه جامعة الانطونيه ما عندها كثير مساحة حد منها تتوسع. اتصلت بالامريكان قالت لهم يا عمي حد سفرتكم عندي 188 الف متر مربع ارض وروحوا بعطيكم اياها وعملوا سفرتكم هونيك واعطوني هالارض. لقيوا الامريكان ولا معهم حق. هالسفاره الامريكانيه القديمه جزء منها ملك للامريكان وجزء اجار بس عندهم ملك. قالوا بناخذ هونيك وبنعطيهم هيدي. رح برايك رح يروحوا الاوروبيين كمان على خيار فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين؟ عم نسمع تهديدات لنا فتره، رح تترجم هالتهديدات ب انا ما بعرف بس انا بتمنى اذا الفرنسويه بدهم يحطوا عقوبات ما تكون عقوبات سياسيه تكون عقوبات على الحراميه. فهمتي شو بقصد؟ مش لانه فلان معنا او فلان ما ضدنا او فلان كذا حطينا عليه عقوبات، تكون عقوبات على الحراميه بسبب الفساد. ايه هيدي ساعتها بيكونوا عملوا معنا خدمه. بيكونوا لأول مرة الفرنسويه عملوا خدمة أساسية للبنان. الأمريكان الأمريكان ما بيخلون يعملوا اللي بدهم إياه للأوروبية؟ أكيد خصوصا الفرنسويه ما في تحالف بيناتهم. طيب الأمريكان برأيك العقوبات تبعهم كانت سياسية أكثر ما هي فساد كيف؟ العقوبات الأمريكية اللي انحطت على المسؤولين اللبنانيين هي ما انحطت إلا على شبرون والوزير الأشغال وعلي حسن خليل في مصارف طغلته. ايه انا ما بعتقد هيدي ليكي اكيد سياسيه. انما لقطتهم منها سياسيه وعملوها هيك اكراما لوجه الله. عندهم مستندات عليهم لقطوهم. رح يصير في قلت لي في فراغ. رايحين على فراغ دستور. رايحين على فراغ. والانتخابات؟ هالانتخابات هن الموجودين اذا بيسمحوا لهم إذا بيقدروا ما بيعملوا انتخابات. إنما غصبا عنهم تحت الضغط الأجنبي بدهم يعملوا الانتخابات. هلا بدك تسأليني عن النتائج، النتائج محسومة. إيه. إذا المعارضة كلها تكتلت بصف واحد بيحرقوا الأرض، بياخذوا كل شيء. إنما إذا مثل هذيك المرة تشازرنت كل واحد شايف حواليه 10 أشخاص افتكر حاله زعيم. وهذا شايف 20 شخص وصار كل واحد بده يترشح يعني يعني جهودهم قسموها تيتي تيتي كما رحتي كما جيتي نهيونا ونهيوا حولهم. يعني انت اليوم عم تدعي المعارضه الى توحيد جهودهم وتوحيد صفوفهم لخوض الانتخابات الموحده من كل بد والا ما بيصير في تغيير من كل بد. من كل بد هذا الامل اليوم هذا الامل رح يصير في انتخابات ورح نمدد. لا انا برايي رح يصير في انتخابات رح يصير في ضغط دولي باتجاه هذا. ايه انا هيك بعتقد. انا هيك بعتقد هن الموجودين بيحاولوا يمددوا بس ما رح يخلوهم ما رح يخلوهم. رح نشوف انتخابات. ايه وهذه الانتخابات بتكون بدايه مرحله التغيير. من هنيك بنبلش نرجع نعمل مؤسسات حكومه اصلاحات. انا عم بقول لك اذا اشتغلوا كلهم بايد وحده بتكون مرحله التغيير قد بدت. وإذا ما اشتغلوا بدنا ننطر نشوف القوى الخارجية الفاعلي على أرض لبنان شو كيف بتدبرها. بس ما في خطر على لبنان إطلاقا. وأنا بطمن الكل وعلى مسؤوليتي أنا
وبعد بايام من الصيف وبالرايح بتصيروا تفهموا ايش انا عم بقصد بحكي. لبنان جاي على مرحله حلوه كثير ان شاء الله. احلى صيفيه. ايه احلى صيفيه بدها تكون. اهلا وسهلا فيك استاذ جان مفرج رئيس الحركه الاجتماعيه اللبنانيه، شكرا لوجودك هلا معنا. انتهينا وشكرا لهيدا التفاؤل اللي على طول بتجي. ولا حكيتي لنا ولا شيء عن الكوره. يلا شو بكره ليكي انا هيدا الرساله او اللي بحب وجهه لابن الكوره، بقول له انت مظلوم كثير من قديم، ما عرفت تاخذ الخيارات الصحيحه لمصلحه الكوره. ورحت ورا الحسك الحزبي واليوم نحن مثل ما حكينا ها طريق جديد. يعني اليوم ياخذوا المبادره ويغيروا، ياخذوا المبادره ويغيروا. هلا نحن على خط جديد، على طريق جديد، ما بقى نقدر نتساهل منه نقبض 100 دولار من فلان او فلان، تما احكي قول فريد مكيري او غيره، تنجير صوتنا، لانه هال 100 دولار او هال 200 دولار اللي بتقبضهم هلا عم بكلفوك تعب صمد وقف وشد حيلك. وانا اكيد رح توصل بعد مدي قليله، مش ل 200 دولار، ل 2000 دولار. شكرا لوجودك استاذ جون مفرج. انا بالنهايه بدي اقول انه اسره تلفزيون لبنان خسرت امبارح زميل فاتشي سروليان اللي كان بيشتغل بقسم الجرافيك. بدي اقدم تعازي لكل الزملاء بتلفزيون لبنان اللي حاله الحزن عم مسيطرة على هذه المؤسسه، واكيد لعائلته الصغيره وعائلته الكبيره. بدي اقول انه نحن كزملاء رح نفتقد هيدا الخي والصديق الوفي والمخلص والمحب، رح نفتقد كثير لبسمته لفاتشي اللي كانت رغم كل الظروف ما تفارق وجهه. فاتشي بكره في قداس لراحه نفسه بكنيسه السيده ببرج حمود، واليوم برنامج صباح لبنان توقف كرمال هذا الموضوع، والتنين اذا قدرات رح يكون في مرحله او فتره نتذكر فيها فاتشي بكل الاعمال اللي كانت بتزين شاشتنا. اكيد شاشه الوطن رح تفتقد لمستك يا فاتشي، اللمسه الفنيه الفريده من نوعها، والله يرحمك وان شاء الله نفسك تكون بالسماء. شكرا للمتابعه والى اللقاء.